عبد الغني مربوح رئيس الجمعيه الصحراويه لقبيله ايتوسا. اليوم كنحتفلوا بالذكرى ديال عيد المولد النبوي الشريف، ذكرى اللي كنحتفلوا بها كل سنه منذ اكثر من قرن و30 سنه. كنحتفلوا بها الاجداد ديالنا والاباء ودائبنا على هذا الاحتفال وكنفرحوا ليه. اليوم عندنا برنامج مكتف فيه المسمعين، فيه توزيع بعد الدعم والمساعدة على المحتاجين وذوي الاحتياجات. بالنسبة للآفاق ديال الجمعية، احنا الآن كنوجدوا لواحد المهرجان اللي غيكون في ان شاء الله في افريل، واللي غادي يستغرق 3 ايام. برنامج غادي يكون فيه عدة أنشطة، منها التعريف بالطرب الحساني والشعر الحساني، معرض للأتات والتقليدية لقبيلة ايتوسا. احنا مستعدين الآن ودايرين البرنامج ديالنا، وكنطلبوا الدعم والمساعدة من السلطات الإقليمية ومن المكتب الشريف في الفصفاط.